قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون إن الاقتصاد الوطني سيتأثر بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها بلادنا، إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية تضررت إلى حدود الساعة. وأضاف بن شعبون يوم الاثنين 27 أبريل 2020 في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن صندوق مواجهة كورونا الذي أنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس حظي بانخراط كبير من قبل كل فئات المجتمع المغربي، سواء من القطاع الخاص أو المواطنين، بالإضافة إلى مساهمة الدولة والجماعات، كاشفا أن موارد الصندوق بلغت إلى نهاية الأسبوع الماضي ما مجموعه 32 مليار درهم، في حين أن نفقاته بلغت 6.2 مليار درهم، خصص منها ملياران لوزارة الصحة. وفي هذا الصدد أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم اقتناء المستلزمات الصحية الضرورية لمواجهة هذا الفيروس، موضحا أن هذه الموارد مكنت من اقتناء 460 سرير للإنعاش و580 سرير استشفائيا و410 أجهزة للتنفس، حيث سيتم مواكبة وزارة الصحة حسب التطور الوبائي. المسؤول الحكومي شدد على أن الصندوق سيمكن من تقديم الدعم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات التي خلفها الوباء فيما يخصص توقف الأنشطة أو انخفاضها وما يتبع ذلك من فقدان لمناصب الشغل، موضحا أنه تم التدقيق في التدابير من قبل لجنة اليقظة سواء بالنسبة للاقتصاد المهيكل أو غير المهيكل عبر التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرطين فيه المتوقفين عن العمل والذي تعاني مؤسساتهم من صعوبات بسبب فيروس كورونا. بن شعبون أكد أن الأرقام التي تم تحصيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن 132 ألف مقاوم من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بالضرر بخصوص هذه الجائحة، موردا أنها صرحت بأزيد من 800 ألف أجير ومستخدم متوقف عن العمل مؤقتا، وهو ما سيدفع إلى صرف حوالي مليار درهم شهريا. وبخصوص دعم الأسر المتوفرة على الرميد، فقد بلغ عدد الأسر المعنية حسب الوزير ما مجموعه 2.3 مليون أسرة مثل فيها العلم القروي 38%، موضحا أنها جندت فرق خاصة في الميادين المعلوماتي والمالي، وما كان قبل الشهر صعب المنال أصبح في بضعة أيام منهجية جديدة. وفي هذا الصدد كشف بن شعبون أنه تم تعبئة 16 ألف نقطة توزيع، مبرزا أنه تم توزيع إلى يوم الأحد حوالي 80% من الإعانة على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب بما فيها العلم القروي في الاحترام التام للشروط الصحية المعمول بها. أما الأسر التي لا تتوفر على بطاقة رميد، فقد كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنها استفادت هي الأخرى من الدعم نفسه، إذ بلغ عدد الأسر حوالي 1 مليون أسرة، موردا أنه تم توزيع الدعم بداية من يوم الخميس الماضي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.